تصعيد مكثف للعمليات العسكرية في المناطق الحدودية لصعدة بهدف نقل المعارك إلى مناطق داخلها باتجاه يهدد حسب خبراء عسكريين معقل زعيم الحوثي في ميران. فالمواجهات العسكرية الحالية سحبت 4 مديريات من محافظة صعدة إلى مربع القتال المباشر بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، حيث تشد المعارك في مديريات الظاهرة وكتاف وباقي ورازح. العمليات العسكرية في مديرية كتاف حررت وفق المصادر سلسلة جبال الوسواس الأصغر والأكبر وجبال طور الهشيم بعد معارك شنها الجيش على وادي الفرع. وهذا المعسكر وهذا الخط الدولي يربط حرب صعدة والمعسكر داخل القوات الناصرية. مديرية الظاهر في صعدة هي الجبهة الأكثر اشتعالاً، حيث أمنت قوات الجيش معسكر الكمب الواقع في منطقة الملاحيط التابعة لمديرية الظاهر. وأفادت مصادر عسكرية عن وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي في الوقت الذي عثر فيه الجيش على مخازن صواريخ وألغام وأجهزة اتصالات. قائد محور صعدة العميد الركن عبيد لثلة قال لمصادر إعلامية إن العمليات العسكرية التي انطلقت السبت الماضي جعلت قوات الجيش على مقربة 10 كيلومترات من مسقط رأس زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي، في إشارة إلى المعارك الدائرة في مديرية الظاهر، حيث تحاذي مديرية الظاهر مديرية حيدان، وتعد حيدان المعقل الأول لجماعة الحوثي، وتقع فيها منطقة مران. تتقدم قوات الجيش الوطني بدعم من مقاتلات التحالف العربي في عدة جبهات متوغلة داخل مديريات صعدة، في ظل تأكيدات من قائد محور صعدة بمفاجآت تحملها الأيام القادمة. لكن هذه المواجهات لا تجيب عن التساؤل المتكرر مع كل عملية عسكرية ضد الحوثي، هل هي حرب استنزاف أم حرب تحرير؟